طبعا بتاريخ يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر أفريل لسنة 2019، نحن متواجدون بمحل سمر للسيد ولاد بن سعيد جمال. هذا المحل متخصص لبيع البلاكيور بكل أنواعه وأشكاله طبعا، وأيضا عالم الفضة كما ترون، يعني خواتم الرجال وسلاسل وكل ما ومناقش، يعني كل ما يشتهيه المرأة. طبعا الاخ جمال بن سعيد، الموقع عيني تواجد المحل تاعك، شكون جمال؟ السلام عليكم اخواني. المحل جاي بالقرب مقهى بورسعيد تاع مصادفة عبد الله، والتاكسيفون تاع محمد العور، والطبيب سوري من سوري ما شاء الله. والاسعار يعني في المتناول اخ جمال، يعني انت يعني بالمناسبه انت يعني لقيت شهره وسمعه بين يعني نساء وشباب مدينه المنيعه، وربما سمعت بان الاسعار ايضا هي في المتناول، وانك يعني حتى اسعارك ليست مثل اسعار باقي المحلات. نعم، لكن السلعه تلحقني لهنا، ماني نشقى عليها، ماني نتابع عليها، عندي جماعة مداعميني ما يجيبوا لي السلعة لهنا. ما شاء الله. هذاك على واش أنا سمام نقص لي بري، حق الترونسبور، حق الشقا، الريسك، كلش تسمى منقص. كيما الفضة نكسبوا فيها 50 60 ألف غرام، داير أنا 30 ألف. بارك الله فيك. نص السومة. ما شاء الله. إيه. وحط بلاكي وثاني كيكي ثاني. ما شاء الله. عندي ثاني سما جماعة ثاني مداعميني زين. ما شاء الله. ربي منقص لي بري دام تقريبا نص السوم، اللي تلقى في المحلات تلقى عندي انا نص السوم. 200 نديرو اكزومبل، هذه من قاش هذا. ايه. نكسبو في 70 60 40000. 40000 للزويجه. ما شاء الله. زيد 200 كيما خاتم هذا تاع الفضه هذا. خاتم هو نديرو 50000 الحبه. كيف هذا من ثاني. 50000 الحبه هذا. سلعة جديدة اللي جاتني قيمت 50. ما شاء الله. خاتم بلاكيو، خاتم بلاكيو 30 40 ألف. ما شاء الله. وبالنسبة للرجال هذا الفضة، خاتم هذو يحسبوا فيهم 40 50 ألف غرام، داروا 25 بعد 25 ألف غرام. ذكرت موبايل المناقش وراهم. المناقش عندي هذا. إيه شحال؟ هذا الفضة 50 60 ألف. ما شاء الله. كاع الأعمار 5 سنين، 4 سنين، 15 سنة، 20 سنة. 50000؟ ايه 50 60. والسليسات شتي من هادو؟ هادو براسليات، يعني هادو براسليات بالميزان. ايه شحال؟ 30 في الغرامات، هادي تاع الخارج. ايه كاين تاع الجزائر. وعندك الخلاخل وهاد الامور عندك؟ خلخال كاين. ايه كاين من الخلخال وكاين. ايه وهاد اللي قدامنا على بعض اللي فاصلين، هادو سلاسل. ايه هادو سلاسل بلاكيور، هادو كل على بعضهم كل كيما هما 40000 هنا. 40000 قال سلسلة كارتي كيما دي تاع 70 80، نحسب فيها انايا 40000. اه سلسلة كيما هاد الكبار همي نديرو 80. ايه كبار. والبلاكيور الاخ جمال، يعني كيما حنا نقولو كاين اللي مقلد، كاين اللي كذا، كاين اللي يلبسو الانسان بعد مدة خفيفة يروح للمفعول تاعو. كاين وتاعك هادو يعني من كيما حنا نقولو الدوريجين الاصليين بلاكيور، ولا فيه وعليه؟ فيه وعليه، كاين بارك الله. صادقة عندهم في 4 سنين 5. ايه. وكاين اللي تشد لك عام، هو لازم تستحفظ عليه وخلاص. بارك الله ويسمى خير. دابا تاع 10 سنين يقول لك راه جايب واحد تاع 10 سنين كارونتي هنا، ما كانش غيكذب. اللي بقي يستفسر كذا كذا، يعني عندك موقع في فيسبوك اللي راك داير فيه الاسم جمال بن سعيد بالعربية. ايه. اللي بقي يستفسر. ايه. والمحل متواجد في وسطنا. داير صفحة. صفحة. مجموعة تاع بلاكيور هكا. هكا بلاكيور. ننشر فيها السلعة. في الفيسبوك نكتبوا بلاكيور يخرج لنا الصفحة نتاعك. رقم هاتف أو موقع ولا حي. تقدر تمد ولا لا؟ ولا الاتصال؟ رقم هاتف. رقم الهاتف 06 63 66 09 21. يعني رقم الهاتف هذا اللي يعني كاين الناس اللي بعاد، كاين اللي يحب يسقسي يستفسر يتصل بك على الرقم اللي ذكرته. بارك الله فيك. عندي قلنا مثال راني داير انا تقريبا عائلات ياسر تخدم معايا. اي ما شاء الله. كان نقول 80 عائله ولا 90 عائله تخدم معايا. ما شاء الله. هنا في المنيعه يعني تخدم معاك، يعني هما راهم يخدموا من جرتك ويبيعوا كذا. يسترزقوا. بارك الله فيك، ربي يجازيك ان شاء الله. 80 عائله ولا 90. ما شاء الله، ربي يجازيك. في المنيعه وكان البر. ان شاء الله ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك اخ جمال. يعني مشكور يعني على هذه المهنه الجميله الرائعه. ثم انا مدعمين انا ثاني ندعم. بارك الله فيك. في بلاد راهم روح بيع واخدم وهي خلصت. اجرك على الله. واللي ما تباعش رجع لي ثاني. اجرك على الله اخ جمال.
يعني انت ايضا يعني لك مناره من منارات مدينه المنيعه، يعني باخلاقك يعني المعامله نتاعك الحسنه مع زبائنك، يعني ما شاء الله لقيت سمعه جميله جدا، وانت يعني كما احنا نقولوا الوجه الاحسن والقدوه لابناء مدينه المنيعه في معاملتهم الجميله الحسنه الطيبه، يعني خلوق ما شاء الله الاخ جمال بن سعيد. الى هنا جزاك الله كل خير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في تجارتك وان يبارك في صحتك وان يبارك في عائلتك وان يبارك في مالك. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.